مرحبا بكم مرة ثانية في قناة الخواتات. هاد المرة ان شاء الله جبت لكم فيديو اخر. هاد النهار غنصايب معكم تريد ولا الرفيسة المغربية على حقها وطريقها. صراحة كتجي رائعة وكتجي زوينة، ودابا في هاد الوقيتة هادي ديال الحال برد وهذا خصنا الصراحة نديرو الحوايج بحال هكا اللي كيسخنو، وعلى حساب هاد لي كونفينمون اللي راه دابا اصلا دايره معكم بالدجاج البلدي، يعني شي حاجة اللي صحية وزوينة وعلى بركة الله. ان شاء الله غنبدا معكم المقادير. عندي هنايا 3 حتى 4 البصلات اللي هكا مقطعاهم غلاضين شويه. عندي طير ديال الدجاج بلدي، انا صايبت بالبلدي. عندي هنايا التريد اللي سابق لي مصايبه، ولكن دابا ندير معكم الطريقه مره اخرى ان شاء الله. دابا عندي مصايب تريد، عندي هنا زلافات العدس، عندي زعفران شعره، عندي الحلبه كندير انا غير شويه، يعني هذه معلقه ولكن نقدر نقص انا، وكتبقى الحلبه كل واحد وعلى حساب، لان انا وليداتي ما كياكلوها ليش بزاف. عندي معلقه السمن، الملحه، 4 الفصوص ديال الثوم، ربطه ديال القزبر المعدنوس، راس ديال الثومه هكا صاين غادي نحطو هكا. توابل عندي هنا سكينجبير، الابزار، راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال الخرقوم، يعني معلق شويه كبيبرين. وعندي هنا معلقه ديال صغيره ديال راس الحانوت، ضروري يعني الرفيسه المغربيه خصها راس الحانوت. والزيت غنشارك معكم اي حاجه غنشاركها معكم، انا كنصايب وانا كنشارك معكم الحوايج الاخرين ان شاء الله. على بركه الله ان شاء الله غنبدا معكم الوصفه. غنبدا معكم ان شاء الله. الدجاج ديالي هو هذا، غنديرو في الكوكوت، ثم كتشوفوا طير ديال الدجاج انا قسمته ما خليتوش هكا، واللي بغى يدير بالرومي يدير، يعني انا متوفر عندي دابا الدجاج بلدي غندير بالدجاج البلدي. صافي غنزيد عليه البصيله، انا كندير كلشي. الدجاج الرومي خلاص كنشرملو عاد كنحطو، البلدي لا كندير كلشي الصراحه، لان راه الصراحه الدجاج البلدي بنين يعني ضروري بلا ما تشرملو ماشي مشكل. صافي غندير داك المعلقه ديال السمن اللي قلت لكم، هذا السمن حر، غادي ندير داك العطريه ديالي، غادي نجيب باش نصايب الثومه داك 4 ديال الفصوص غنديرهم هكا، غادي ندعقهم. والراس الاخر غادي نديرو هكاك. البنات الزيت كتبقى على حساب، انا كندير عيني ميزاني، واللي بغات تعرف المقادير بالضبط تدير كاس هكا صغير، يعني مخلط ما بين الروميه والبلديه. الملحه غادي ندير على حساب اللي عندي، القياس اللي عندي، كل واحد الملحه كيدير الانسان على حساب اللي كاين. عندي هذا الراس الثوم غادي نحطو هنايا، قلت لكم كلشي انا كندير في خطره. هاد الربطه ديال القزبر والمعدنوس حتى هي، صافي. غادي يبقى لي زعفران شعره، غادي يبقى لي زعفران شعره، وغادي يبقى لي العدس. وهذا انا ما كنديرها كنكمسها وعاد كنحطها هي والحلبه، كندير العدس. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. صافي دابا غادي نمرق، كندير الفراد الماء كوم عارفين. دابا غندير الزويته ديالي، انا قلت لكم كندير عيني ميزاني، كندير جوج بلديه وحده روميه، واللي ما عرفاش القياس وهذا دير كويس. دير قياس الزيت كاس صغير داتاي تخلطوا ما بين الزيت الروميه والبلديه. صافي صافي ان شاء الله غادي ندير هذا الشيء على البوطه، غادي نخلط مزيان ندير على البوطه. انا درت معاكم المراحل، يعني ما قطعتش كاع فيها، ها انتم كتشوفوا. غادي
غنشوف الماء نقدر نزيد شي شويه لان عندي الدجاج بلدي هذا. صافي البنات غادي ندير على البوطه. عندي كتيتنا هكا كي كتشوفوا البنات، كنشد هاد العدس اللي غسلتها ونقيتها مزيان وغسلتها كي كتشوفوا تقريبا زليفه، وكيبقى العدس كل واحد علاش شحال بغى، لان انا الصراحه دايرها غير الوليدات يعني، دابا ما دايره لا عرضه ولا، لان ملي كتكون عرضه كتزيدي الصراحه. كنشد هاد الحلبه كندير شويه في الوسط باش كتطلق ليا النسمه، انا الحلبه ما كيبغيوها ليش بزاف، كندير غير هاد الشيء. وكاين اللي كيبغي الحلبه كنشد هادي كنكمس عليها وكنطيبها في المريقه باش كتشرب داك اللذه ديال المرقه. صافي غادي نكمس عليها هكا، كنخلي لها شويه الفجوه فاش تزيد تنفخ العدس هكا. صافي ها انتما البنات، وغادي نديرها في الكوكوط ديالي. انتما كتشوفوا السريره ديالي عقدتها مزيان، وهذه حتى هي غادي نديرها في المريقه. مازال غادي تطلق داك البصله المرقه ديالها الماء ديالها يا ربي. دابا بقى ليا داك زعفران شعره غادي نحكم الفوق حتى هو كيزيد نسيمه زوينه، ونيت زعفران شعره راه عارفين في الاطباق المغربيه ضروري منه. صافي ها نتوما كتشوفوا دابا انا مادام عندي الدجاج بلدي غادي نبلع عليها، وملي كيكون الدجاج الرومي راكم عارفين يعني بلا ما تبلعوا عليها كتخليوها كطيب على خاطرها. صافي ان شاء الله غنبلع عليها واحد نص ساعه كاع، ونشوف حتى الدجاج عندي ماشي كبير صغير، واحد نص ساعه ان شاء الله، وغادي نرجع عاوت نشوف ونرد عليكم ان شاء الله ونكمل معكم الوصفه. غنبلع الكوكوط ديالي، كنتمنى انكم تتبعوا الطريقه حتى الاخر. صافي بعد ما طيب ما يطيب الدجاج ديالي ان شاء الله رجعت معكم. ها انتما كتشوفوا الكريت ديالي لويتو هكا، قطعت هنايا شي حاجه باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنلوي الكريت ديالي كي كتشوفوا، كنلويه هكا 3 حتى 4 حبات كنلويهم وكنقطعهم. عندي البيض على البوطه كيطلق، وعندي اللويزات باش نزين الكريت ديالي ولا الكريسه، كل واحد شنو كيبغي يقول لهم. هكا كندير انا طريقتي، وكل واحد يدير الطريقه، وكنظن انكم شي كيعرف يصايب صراحه الكريت. صافي كنشد الوريقه ديالي ها انتما كنلويها، كتجيني هكا مقطعه هكا كتجي زوينه الصراحه. ها انتما قطعت معكم هذه، الدجاج ديالي راه كيطيب، الورقه كنوجدها، ولكن منين غادي نقدمها حتى كنفورها باش كنسخنها، وملي كيختفي لها حتى داك اليدام بزاف ما كيبقالهاش. هي اصلا ما مليدمات بزاف، ولكن ملي كتفور بحال كينقص لها داك اليدام، وكيجي زوينه الصراحه ورقيقه. انتما كتشوفوا كيفاش كيجي الصراحه، كيجي غزال. صافي غادي نستمر انا هكا، ملي غادي يوجد ليا داك الدجاج ويوجد ليا البيض وباش نزين واللوز، غادي نوريكم الطبق ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا البنات ترجع معكم. دابا ان شاء الله غادي نفور هذا التريد ديالي اللي قطعت، غادي نديرو يتفور واحد جوج دقائق كطلع فيه الفور، وصافي لنا كيسخن منها. انا قلت لكم كيفاش. صافي غادي ندير هذا التريد ديالي يتفور. عندي هنا البيض سلقتو اللي قلت لكم باش غنزين، عمرت شي تميرات كانوا عندي عمرتهم باللوز، وقليت شويه د اللوز حتى هو كان عندي مفسخ، وهذا في الكونجيلاتور جبتو وقليتو. هادو هما باش غادي نزين. انا ما عنديش البيض السمان، اللي بغى البيض السمان ياخذ. صافي قضيت بالبيض اللي عندي، الدجاج ها هو طاب. غادي صافي ان شاء الله غادي نفور هاد التريد ديالي ان شاء الله، وغادي نرجع نصايب معكم الطبق النهائي. الرفيسه ديالي ها انتما كتشوفوا فورت التريد، ها انتما كتشوفوا كيفاش كيجي رقيق وغزال. غادي نسقي واحد المغرفه بعدا وعام باش حتى هذا كيتسقى، كيبقى هذا التسقيه ولا الترويه علاش كل واحد كاين اللي كيبغي هكا فاز، كاين اللي كيبغي شويه. صافي غادي نحط الدجاج ديالي. انا قلت لكم انا درت دجاج بلدي، هي الصراحه كتجي دجاج بلدي كتجي زوينه،
واحد كيفاش كيحط وكل واحد كيفاش كيحاول يعقد. صافي عندي الهلس غادي نهز غير هكا، كندير كل واحد حداه اللي بغى شي حاجه كياخدها وانا كنقول لكم كنوريكم طريقتي. وهادشي هذا كنحطوه في الزليفات اللي بغا كيزيد، يعني كديري لي غندير داك البيضات محنا كندير حتى الكاشير ديال الكبده. هاد المره ما درتوش، مره اخرى غادي نشاركو معكم ان شاء الله. هنا التمرات انا قلت لكم التمر غير اللي عندي صايبت به، كيبقى اللي عنده شي حاجه يزوق بها. وكتبقى الطريقه التزيين كتبقى كل واحد وطريقته. كندير على حساب كل واحد فين نزيد واحد نصيوص. هذه هي الرفيسه ديالي، كي كتشوفوا كتجي الصراحه غزاله. التزيين كيبقى كل واحد والتزيين ديالو. هذا انا زينت باللي عندي موجود في الدار صراحه، ما خرجت ما خديت ما والو. التمرات اللي عندي درتهم، البيض اللي عندي، الرفيسه بالدجاج البلدي هي هذه. الصراحه كتجي غزاله. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انكم تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشجعونا وتبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم. وشكرا شكرا للاصدقاء الجدد اللي انضموا الينا، وشكرا بزاف على التفعيل ديالهم وعلى لي كومونتير ديالهم. والى فيديو اخر ان شاء الله، وصفه اخرى.